In the name of Allah, the Most Merciful, the Ever Gracious, our dear students of secondary education and Al Azhar University, welcome to a new edition today for your syllabus of English. أعزائنا الطلبة وطالبات الثانوية العامة والأزهر الشريف معاً مرحباً بكم في حلقة جديدة من تعليم اللغة الإنجليزية. And we have a very, very interesting episode today. Today we are going to see Unit 16 entitled Finding Work. وأعتقد أن العنوان لوحده interesting. معناه إيه finding work؟ البحث عن وظيفة أو البحث عن عمل، سواء بقى بنقول work or job. لو خدتوا بالكم إن الوحدة دي محطوطة in purpose، بالعند زي ما بيقولوا كده، أو عن عمد. إيه عن عمد؟ Everyone dreams to finish his high school. High school means secondary school. And goes to the university. But he thinks or she thinks that the moment she finishes her higher education or التعليم العالي university education, he thinks that he came to the final stop of his career. هو طالما خلص جامعة خلاص الموضوع خلص بالنسبة له. So the next stop is to find a job. طيب, to find a job or to find work, it's not that easy. مش بالسهولة دي. First, you know, to apply for a job. عارف يعني إلا ما تخلص ثانوية عامة وتروح جامعة وتخلص جامعة وتخلص جيش طبعا بالنسبة للصبيان. عايز تقدم على وظيفة, هتقدم لها ازاي؟ في حاجات معينة كده ليها سيمترية معينة, ليها سيستم معين. طبعا عشان ما نطولش عليكم ونضيع وقتكم, نشوف كده الوحدة طبعا بتقول ايه. طبعا كلمة finding work or زي ما بقول كده finding job, it's not that easy. تعالوا مع بعض كده نشوف الوحدة النهاردة بتقول ايه, والريدنج بتاعها جميل جدا ورائع جدا. Let's start together. Finding work, ادي العنوان, unit 16. نشوف مع بعض ايه الحكاية. بيقول هنا interviewer, واضح ان انا داخل على مقابلة, لأن كلمة interviewer هنا معناها مقابل أو مقدم أو ممتحن. Good morning, Mr. Farag. Please sit down. طبعا كلنا حافظين لما بخش أي لجنة فيها امتحان يقول لي تفضل sit down or take a seat زي ما بنقول. في ناس بتسمع have a seat, لكن الأصح طبعا الفورمال بتاعها take a seat. Mr. Farag طبعا ردا عليه thank you. أول سؤال interviewer بيقول هنا first of all, thank you for sending us your CV. هاجي عند كلمة CV وقف لها شوية. When you finish your higher school, تعليم العالي تحديدا, namely your education at the university, you have to get the ability to write a CV. هي أولا CV acronym لإيه, اختصار لإيه, curriculum vitae, يعني السيرة الشخصية أو الذاتية. سيرة ذاتية أو سيرة شخصية بنكتب ببساطة جدا your details, your name in full in writing طبعا, نكتب الاسم, date of birth, place of birth, الاستراحة دي هتشوفها حالا. بس لازم نبقى فاهمين اكتب ازاي سيرة ذاتية, لان للأسف في ناس بتخلص جامعة بتتفاجئ هو يعني ايه سيرة ذاتية. طب بتكتب ازاي؟ البيانات بتاعتك, your qualifications, your experience, your ability to work, قدراتك على العمل ايه. اوكي, تعالوا مع بعض ونشوف سي في تطلع ايه. كاتب لي هنا I see you have a degree in biology. طبعا كلنا فاكرين degree D-E-G-R-E-E بمعنى شهادة جامعية, لكن انتوا تحديدا انتوا في حاجة اسمها grade 3, grade G-R-A-D-E بمعنى انت الصف الثالث الثانوي, سواء تعليم عام او ثانوي ازهري شريف, in biology and chemistry from Alexandria University. انت واضح من السي في بتاعتك او الشهادة اللي انت حاططها كسيرة ذاتية ان انت تحصل على شهادة جامعية في البيولوجي احياء طبعا and chemistry والكيمياء من جامعة الاسكندرية. اوكي, قال له that's right, تأكيدا على المعلومة. اه مظبوط. And you are 25 years old, وانت تقريبا 25 سنة, واضح انه خلص جامعة هو صغير. Do you have a driving license? Driving license, لو احنا فاكرين ايمي جونسون لما خدت الفلايت license بتاعها, رخصة الطيران, كانت أول امرأة طبعا تشتغل وظيفة الطيارة. Yes I do, اه فعلا أنا معايا رخصة قيادة. I passed my test last year. واجي عند كلمة passed هنا, في بعض المصطلحات الفنية اللي لازم نبقى فاهمين. كلمة succeed ينجح, وpass اللي عندنا من شوية كانت ينجح. طيب هو ايه المشكلة؟ السيمترية اللغة بتقول لي هنا sometimes some verbs goes along with a preposition, في بعض الأفعال بترتبط بحرف جر معين. بس خدتوا بالكم احنا قلنا هنا I passed my driving test,
past هنا مش واضح ان في حرف جر لان already past do not come with or doesn't come with a preposition مش محتاج حرف جر هنا بقى اللعبه ازاي احافظ على الحته الفنيه ديت لان كلمه succeed مرتبطه ب in زي managed to يعني استطاع ان طبعا لما دخلنا في قصه ثانيه she was able to she was capable of دي قصص كتيره بس لازم نبقى فاهمينها ايه الفرق able to و capable of دول مش افعال دول صفات she is able to drive she is capable of driving دخلنا في تراك تاني يعني نبقى فاكرين الفعل وحرف الجر عدينا وراه حرف الجر يطلع ايه انا كاتب لي مره to ومره in ومره for طبيعي كلنا حافظين ان to always are followed by an infinitive طبيعي to be جرى مصدر لكن اي حرف جر تاني اكيد هيتغير ويبقى gerund اوكي نرجع تاني للتكست لما قلنا you are 25 years old do you have a driving license yes i do i passed my test last year ايوه انا عديت في الاختبار او نجحت وواضح ان هو هنا يحتفظ برخصته زي ما بيقولوا هنا hold a license يعني يحرز او حاصل على رخص what have you been doing since you left university بيسأل بقى يا ترى انت بالك قد ايه او بتعمل ايه من ساعة ما خلصت الجامعة I've been working as a sales assistant in my uncle's pharmacy ونيجي عند دي كويس ونقف sales assistant ده اسم جديد لا قديم كلنا حافظين the speakers من سنة ثانية ثانوي لما حد يدخل لي في any kind of shops you need to do something or you are going to buy something اول ما بيقابلك اللي جوه ده بيقولك can I help you Can I help you? Or how can I help you? لما يكون فيها أكثر إيه ودوديا. مين اللي بيكلم معاك ده؟ في ناس على طول بتبقى حافظة. المستر قال شو بيبقى customer. Customer إزاي طيب؟ ده أنا بقول how can I help you? أي خدمة. في customer هيخش يقول نفسه الكلام ده؟ طبعا لا. فعشان كده بنقول لنا sales assistant أو إحنا حافظينها sales person. اللي هو إخصائي المبيعات. أو المسؤول عن المبيعات. أو زي ما بنقول البائع. الحاجات دي مفيده جدا عشان طلبه الازهر تحديدا لو هم طلبوا مننا نتك على الدايلوجز ونتك على السبيكرز اوكي تعالوا مع بعض اشتغل في عياده او عفوا في صيدليه عمه في مبيعات طبعا اي سي كلمه اي سي هنا مش معناها انا شايف معناها اي اندرستاند انا كده فاهم انا انت وضحت لي حاجات انا مش فاهمها سو يو هاف سام سيلز اكسبيرينس ادي اول اكسبيرينس عندنا وطبعا هنفتكر ان كلمه اكسبيرينس أكيد فاكرينها يونت 2 بتتعامل عنها مفرد لكن لو أنا اتكيت عليها سنة وحط She has a lot of experiences ده أنا جمعتها هنا مقصود بها إيه مش خبرة بقى تجارب في الحياة Sales experience هنا بمعنى خبرة في المبيعات I wonder if you could tell me why you are leaving your uncle's company قال لي كده أو وضح لي ليه عاوز تسيب الشغل عند عمك بما أنك يعني already you have a job Why are you coming to have a job at our company? بالعربي كده انت عايز تبقى تشغل عندنا في شركتنا ليه? Yes, of course. I should start by saying that I have gained a lot of useful experience. انا صحيح ما انكرش ان انا ابتديت. Start by saying. الحتة اللغوية دي نبقى فاهمينها كلمة start by يبدأ ب قوله. I have gained a lot of useful experience and accept او اكتسبت. طبعا عندنا فكرة gain و win و beat الحاجات دي أساسيات عندنا في اللغة I have gained a lot of useful experience working for my uncle but I am quite ambitious لكن في حاجة عندي إن أنا طموح quite هنا معناها إلى حد ما طموح and I'd like to travel around in my job and visit other places لا أنا بقى أتمنى إن أنا أسافر في أماكن تانية وأزور ويبقى عندي خبرة في حاجات تانية That's right. قال له واضح. الكلام ده مظبوط. My uncle has sold your products for many years. عمه اللي فاتح شركة في مجال المبيعات بتاعتهم أدوية طبعا for many years and has never had any problems with me. مهم قوي الحتة دي. لما يبقى في كلام ما بين اتنين طبيعي لازم نركز على حاجة اسمها courtesy. Courtesy. C-O-U-R-T-S-E-Y. يعني ايه courtesy؟ الكياسة. او اللباقة خدوا بالكم مش النفاق احنا بنقول الكياسة يعني الواحد يدور على الكلام كويس وينقي يبقى له اسلوب في الحديث ما يبقاش بلوسيف يعني منفجر في الفاظه هنا في وسط الكلام بيقولوا انا شغال مع عمي
And he had nothing wrong with your products. شغال مع عمي في منتجاتكم كتير. We don't have any problems with your products. إن إحنا ما شفناش أي مشاكل في منتجاتكم. دي بتبين إن هو فعلا بيقول أنا جاي لشركة established company. لو إحنا فاكرين الجملة اللي اتقالت في unit 4 بتاعت يحيى حقي. يحيى حقي's works established him among writers. يعني أسست له مكانة أو رسخت له مكانة. لو أنتوا خدتوا بالكم المنهج بيلف لوحده. يعني ال 18 وحده الكلمات اللي هنا ممكن استعملها في كلمات تانية وهكذا. اللغه عندنا كثيره ومثريه. اوكي نكمل مع بعض. And why do you think you'd be good at the job؟ الانترفيور بيسال سؤال ذكي شويه في نوع من الخبز. بيقول له طب انت ايه اللي يخليك فاكر ان انت ممكن تبقى good at؟ good at هنا معناها جيد في هذه الوظيفه. طالب يقول يا مستر انا فاكر ان احنا خدنا good for. اقول له اه تمام. طب تعالى بقى اطلع بره بقى واقول لك ده في كمان واحده ثالثه. اولا كلمه جود كلنا متفقين this is very nice this is very good اذا دي صفه جيده او صفه ايجابيه. لما ادخل عليها حروف الجر مبدئيا هسال سؤال خبيث شويه. فاكرين what kind of verbs that come with the adjectives انهي نوع من الافعال اللي بتيجي مع الصفات؟ هو مفيش الا واحد عشان ما نفتكرش كتير ودي كويسه لينا عندنا في اللغه. verb to be فعل يكون فقط بتصرفاته بقى am سواء is are been اي حاجه من الحاجات دي. لما يقول لي هنا you are good at at هنا دايما بيجي وراها اشياء فيها نوع من الدراسه. she is good at english she is good at science you are good at listening to us انتوا جيدين في الانصات لينا. طب غيروا at كده. لما يقول هنا milk or drinking milk is good for your health good for your health يعني ده جيد بالنسبه لصحتك. خدتوا بالكم للمعنى ده غير good at. طيب في good to مستر مبروك اسم غريب شويه مش كده؟ is good to his neighbors. الراجل ده جيد في ايه؟ في معامله الاصدقاء بتوعه او جيرانه. good to the people كويس في معاملته. الواحده مليانه حاجات كتيره جدا واحنا لازم يبقى عندنا acquaintances مكتسبات لغويه عشان الحاجات دي امتحان في اي وقت. اوكي؟ نرجع تاني ونشوف good at the job. ايه اللي مخليك ان انت تبقى كويس في الوظيفه بتاعتنا؟ Well, I've always been a conscientious. يعني إيه بقى conscientious worker؟ مجتهد في عملي. Conscientious مجتهد hard worker يعني. And I'm a sociable person وشخص اجتماعي. يعني بخلي الناس تحبني يعني. أو مش بزعل حد. So I'll enjoy meeting and talking to customers. وبالتالي أنا هقدر أتعامل مع الناس واستمتع بمقابلتي وتحدثي مع الكاستمرز. أدي كلمة كاستمرز أهي. I am also well organized بالإضافة إن أنا منظم جدا so I'd always make sure I arrived on time for appointments وكمان اجتهادا مني أو حفاظا دي اللي بنسميها professionalism الاحترافية how to respect your appointments. الكلام ده مش من عندي الكلام ده في الدرس. إزاي أحافظ على مواعيدي؟ معناها هنا إيه؟ you should be in time not on time. لا هو في فرق ما هو الاتنين في الميعاد. آه لما أقول لك هنا on time معادك خمسة خمسة بالظبط. لكن لو أنا أقول هنا in time لا هتيجي خمسة إلا عشر أو خمسة إلا خمسة. المعنى هنا ما فيهوش إسقاط على شيء. أنا طبعا مستر محمد زميل مع الحلقة النهاردة ظروف منعته بس هو إن شاء الله he will be coming the next episode الحلقة القادمة هيكون معنا بإذن الله منورنا. لكن تاني عشان نوضح الحتة ديت مش مقصود بيها مستر محمد عشان ما تزعلش مننا on time في الموعد تحديدا لكن in time قبيل الموعد يعني تيجي قبل موعدك بشوية. We don't know what comes up. مش عارفين طبعا الظروف شكلها ايه. نرجع تاني بقى للدرس. بيقول هنا انا بحترم مواعيدي وعشان كده هبقى منظم او في عملي او في لقاءاتي مع الكاستمرز. الانترفيور قال له طيب كويس جود. Does your uncle know you're trying to find another job? Another clever question. السؤال ده سؤال ذكي جدا. زي ما انتم شايفين الحوار ما فيهوش قفش. لا في هدوء. عشان كده ده درس ليكم انتوا في ثالثه ثانوي دلوقتي. ايه رايكم ان الدرس ده ينفعكم كمان خمس سنين؟ ازاي؟ تبقى فاهم من دلوقتي مقدما in hand or in advance how to get into a test. اصل اللي قدامكم ده عباره عن اختبار. المقابلات الشخصيه بيختبر ثباتك الانفعالي، ردود الافعال بتاعتك، نبره الصوت عاليه ولا واطيه، احيانا بيحط جمله كده يشوفك هتقدر ترد عليها كويس ولا لا، مش جمل استفزازيه ولا حاجه، هو بيحاول يقول لك اهدى وطلع اللي جواك. Try to trust in yourself. Trust in God first. كلنا لازم نؤمن بالله. ثانيا trust in your ability ولازم تبقى واثق في قدراتك.
لو مش واثق في كده I think you will never have to get a pass into such interview. ما اعتقدش في حد يقدر يعدي في اي اختبار من الاختبارات اللي جايه بعد كده. اوكي؟ ده درس لينا جميعا. الدروس دي كلها دروس مستفاده في الحياه. ما نطولش عليكم ونرجع تاني للدرس. بيقولوا هنا Does your uncle know you are trying to find another job? يا ترى عمك عارف ان انت بتدور على وظيفه ثانيه؟ اه عارفين. لو قال لا هتبقى مشكله، هتبقى هنا drawback. لكن قالوا فعلا بمنتصره yes it does. وشايفين yes مش مختصره، ده جايه بالفم المليان زي ما بيقولوا. Yes he does. استعمال yes he does he is trying to ascertain his word. He's trying to make sure. لما حد يقول لي I like fruits، انا بحب الفواكه عموما. She likes fruit، هي تحب الفاكهة. لكن لما اقول هنا she does like fruit، استعمل does هنا ليه؟ ما هو جاي زيادة. لا مش جاي زيادة، عشان to make زي ما سموها كده make a stand or make a point، عشان يحدد مدى ثقته وتأكيده على المعلومة. I do love Egypt، أنا فعلا أحب مصر كل المشاكل اللي فيها، لكن we should all do love it، لازم الجميع يحب بلده. ده أمر طبيعي بره الدرس ده خالص، لكن رجوعا بيه تاني لما أقول هنا رجوعا للوحة عندنا yes she does أو yes he does. أيوة هو بالفعل يعلم. Hand is back، أنا شغال مع عمي. أه لكن مش معنى كده إن أنا بطعنه في ظهره، لا ده هو عارف إن أنا بدور على وظيفة تانية. ده بالعكس، ده ممكن يكون هو اللي شجعني. شايفين الصراحة والتلقائية في الكلام؟ بنعلمنا إزاي نبقى صرحاء. أوكي نرجع تاني للدرس. He is encouraging me to look for job. ده بالعكس، ده هو encouraging me to. ونقف عند كلمة encourage، هشيل ING شوية وتو. encourage to يشجع على. لما يقول لي هنا بالعكس ده هو بيشجعني كمان، عكس encourage لو احنا فاكرين خدناها في الوحدة الرابعة. discourage وهنغير حرف الجر بتاعنا to هيبقى from. discourage لا يشجع أو يثبط. interviewer good and why do you want to work for us. نرجع بقى للسؤال الأساسي، أنت عايزنا ليه؟ جاي لينا احنا ليه؟ مستر فرج بيقول my uncles told me جاي قبل منها is my uncles اللي هي my uncle has told me، بس طبعا هي مش موجوده. هو احنا بنختصر ليه او ليه بيبقى فيه اختصارات في الكلام؟ بيعمل نوع من الويف، الموجه في النطق. لما يقول لي هنا she's at home بدل ما يقول لي she is at home، تحس ان في تقطيعه في الكلام. she's at home she's not at home، يعني الخطف ده في الكلام بيبين ان هو نمره واحد عنده قدره على اللغه متمكن فيها، ثانيًا بيتكلم بتلقائيه. التلقائيه ديت بتعمل ايه؟ تعمل حاجه اسمها symmetry in your mind، بتجهز افكارك بتخليها متسلسله، في نوع من الانسياب fluency in your language. واحنا كلنا هنا في مصر بندرس fluency، الانسيابيه التلقائيه، بناخد وقت على ما نفكر في الجمله ونطلعها ازاي، كل ده بياخد وقت. فده محتاج مننا more and more practice. اوكي مع بعض تاني ونقول هنا good why do you want to work for us. قلناها my uncles told me اللي هي my uncle has told me that yours is established company. نيجي عند كلمة yours ونقف بقى. هو كاتب لي هنا yours ووقف. yours هنا معناه your company. yours is an established company، وظيفة شركتكم ما شاء الله عليها مؤسسة، عايز يقول ان هي راسخة وليها سمعة كبيرة. With a very good reputation in the medical profession. وكمان كلمة profession يعني مهنة، يعني الناس هنا حواليكوا بيقولوا ان انتوا عندكوا سمعة كبيرة في الميديكال بروفيشن، زي engineering profession teaching profession اللي هي مهنة التدريس ومهنة الطب، المهن اللي هي عايزة تدريب أكتر. Okay now at the moment you are living with your parents in Nasr City. نيجي بقى للأسئلة المحرجة. أنا عرفت إن أنت عايش مع أهلك، عارف منين؟ أكيد سي في طبعًا، سي في مكتوب فيه الكلام ده. How would you feel if we asked you to work in another part of the country؟ إيه رأيك لو إحنا طلبنا منك تشتغل in another part، في جزء آخر من الدولة؟ مش هنطلعك بره، لأ. بس أنت ساكن في نصر سيتي، whatever، يعني هنقول لو شغلناك في الإسماعيلية هتقول آه ولا لأ؟ عايز يشوف القدرة عنده، هيقدر يطلع ولا لأ؟ لازم بابا وماما. That would be no problem. خلص الموضوع بصراحة. قال له لا مفيش مشاكل. If I were given the job. هي أولا where، صح كده؟ طبعا طلبة تقول أيوة مستر هو الكتاب هيغلط. لا هو الكتاب مش هيغلط، لكن ليه هنا جت where؟ لما أقول هنا If I were a doctor، ببساطة جدا If I were a doctor لو أنا كنت طبيبا. I am not a doctor، ببساطة I am not a doctor.
I wish I were. فبيقول لي I wish I were a doctor. يا ليتني كنت. دي أمنية. حاجة طبعا واضح ان وقتها عدى مش هينفع تتحقق. وطبعا اتكلمنا فيها unit 10 if only why wish. وفي المراجعات هنتكلم فيها كتير كتير كتير. لكن هنا بيقول لي if I were given the job. لو انا كان يتعارض عليا لو في احتمال يعني هو مش بيستبعدها. If I were given the job I have no problem. لو انتوا عرضتوا عليا الوظيفة او انا خدت او فزت هذه الوظيفة مفيش مشاكل اطلاقا. ناصر سيتي مش مشكلة لو انا اغيرها يعني. Matter to me. لن يكون الأمر مشكلة بالنسبة لي. It wouldn't matter to me where I was living and working. فين أكون عايش وفين أكون شغال. والله واضح إن الراجل واثق من نفسه يعني. Fine. Thank you very much for your time, Mr. Farag. We have our telephone number. عفوا. We have your telephone number. جابوا منين؟ برضو في الـ CV. طبعا إحنا معانا نمرة التليفون بتاعك وأكيد هنتصل بيك. And email address at the pharmacy. والإيميل بتاع الزخانة أو الصيدلية اللي انت فيها. I'll contact you on Saturday morning to let you know the result of this interview. شايفين بقى مدى الذوق. يعني كمان قالوا احنا معانا تليفونك ومعانا الإيميل بتاعك. هنتصل بيك سواء بقى اتقابلت أو ما اتقابلتش. On Saturday morning وتحديدا كمان يوم السبت. خدتوا بالكم من حاجة مهمة قوي. هو هنا عندي كلمة Saturday. Capital letter. وكمان وصاحب الحرف الجار هنا on. On Saturday morning to let you know the result of this interview. هنقولك النتيجة بتاعت هذه المقابلة سواء بالقبول أو بالرفض. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. الحوار في منتهى البساطة زي ما انتم شايفين كده. Interview وخلصت. فرضا بقى حد اتعرض لموقف زي كده يبقى داخل his teeth chattering. سنانه بتستك بتخبط في بعضيها وزي ما بيقولوا كده ايه ركبه سايبه وحاجه لها من ليه عشان ايه؟ الدروس ديت يا ولاد مش مجرد ان احنا داخلين نمتحن فيها اخر السنه والموضوع خلص بالعكس دي بنعتبرها دروس في الحياه ازاي الواحد يستفيد من اللغه اللي بيتعاملها؟ اللغه اللي انت بتشوفها وتتعامل معاها وتشوف الناس حضارتهم ايه وثقافتهم بيتعاملوا ازاي؟ It adds to your knowledge بتضيف لقدراتك وبتضيف لمعلوماتك دي لغه غير العلم العلوم الكيمياء والفيزياء والحاجات دي كلها ده وضع تاني زي ما بيقولوا كده science has no heart العلم ليس له قلب لكن language اللغة مش غض النظر عن الانجليزي لا ليها قلب ليها قلب كتير يعني طيب احنا خلصنا الجزء دوت نيجي مع بعض ونتفرج على حاجات فنية جميلة عشان نقفل الحوار بتاع الدرس بيقول هنا interview appointment conference meeting نشوف المعاني دي زي ما بيقولوا كده language notes سريعة انترفيو هنا بمعنى مقابله شخصيه appointment موعد انت خدت ميعاد عند whatever يعني دكتور او صحفي او مسؤول من المسؤولين لازم هتروح تقابله conference ده مؤتمر الكل بيحضره وميتنج لقاء او اجتماع he has an interview next Thursday for a job ادي الجمل بتاعتنا بقى an interview representatives from over 100 countries attend the international Geneva طيب قبل ما نكمل انا طبعا سامع ان في رانيا معانا على الخط من بني سويف اتفضلوا الو اهلا انا اتفضلي ازيك يا رانيا nice to hear your voice I am fine how are you fine الحمد لله اتفضلي يا رانيا انا كان معايا اثنين فاينز مستيك ايوه واثنين اختياري وواحده ترجمه معلش اتعب معايا مفيش مشكله يا رانيا اتفضلي اوكي ايوه ناصر ليك one of the largest is عندك is الاول صح لا مش مكتوبه مش مكتوبه اه one ايوه of the largest man dash made lake is approximately هي الكلمه كده مكتوبه فيها approximately تمام اتفضلي معاكي 310 متر 310 متر اوكي في واحدة تاني اتفضلي depression yes is the force produced when يا رانيا مش هوين when اوكي عفوا اتفضلي
When two things push against each other. Push against each other. Okay. تفضلي. اختياري؟ نشوف لي choice. Okay. Scientists. Scientists are studying. Are studying various ways. Afan. Various ways. Various ways. To. Okay. لحظة واحدة يا رانيا. Ways to space. Space يعني. Okay. يعني. Okay. 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 سامعك. Grabic. Once more. Grabic. Grow. Spelling معلش يا رانيا. G-A-R. G A R B A G B guard بعد النقط طيب معلش to garbage نكمل garbage يا رانيا garbage اوكي اوكي خلاص كده الجملة خلصت طيب the choice publish publish recycle 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 وبعدين recycle bicycle bicycle اوكي اوكي ماشي يا رانيا هدي كده launch launch في اسئله ثانيه بس كده اوكي بصي يا رانيا اولا النوت عندنا كويس بس ما تزعليش لو انا بصلح لك حاجه على اساس ان الشيء الغلط لو سيبناه بيثبت على طول فما فيش اي مشاكل لما اقول الكلمه وتحفظيها فيما بعد اوكي نشوف كده رانيا الاسئله بتاعتها جميله وهي معايا على الهوا نبتدي من اخر سؤال بيقول هنا scientists are studying various ways various هنا معناها عديد ways طبعا احنا خلاص شطبنا على garbage okay. to garbage هما هو ايه معنى garbage؟ اللي هي النفايات او القمامه اوكي okay. مش عايزين نقول الكلمه البلدي اللي مش ظريفه يعني بيقول هنا العلماء بتحاول تدرس طرق كثيره او عديده to a garbage انها تعمل ايه في النفايات بتاعتنا او القمامه يبقى اعاده استخدام الله ينور عليك تمام يبقى recycle recycle اوكي يبقى هي دي الاجابه المظبوطه اوكي نشوف بقى السؤال اللي بعد كده طبعا جايبه لي جمله فيها final mistake جميله قوي قوي بيقول لي هنا ايه depression is the force depression هنا معناها الاكتئاب اوكي اوكي لو احنا خدناها قبل كده مش معنى اكتئاب وبس كمان depression جايه في الايكونومي اللي هو الكساد الاقتصادي okay. is the force produced when two things push against each other لو خدت بالك كده يا رانيا على التليفون على الشاشه بيقول لي هنا depression عباره عن ضغط او توتر او كساد لحاجه حصلت ما بين اتنين بيشدوا في بعض okay. طبعا هي مش هتبقى جايه depression احنا هنقول عليها هنا pressure pressure بمعنى الضغط تمام ترى فاكره بريشر جايه في انهي وحده مش هتفتكري طيب بصي يا رانيا ليكي بقى ولكل طلبه الثانويه الازهريه والثانويه العامه عايزكم تتعلموا حاجه ظريفه ازاي تبقى فاكر المنهج من اوله لاخره من غير ما تنسى ولا كلمه ايه هي بقى يا رانيا واحده واحده كده انا عندي كام وحده 18 يا ريت ابقى فاكر كويس مش عايز اقول ابقى حافظ ابقى فاكر كويس عنوان الوحده من فوق إن وحدة بيبقى فيها تحت كلمات مهمة اللي هي بالبولد اللي هي المقفولة بالأسود قوي في التكست بتاعنا خلاص هي دي أهم كلمات ويخش على الوحدة اللي بعديها عنوانها يعني مثلا عندنا الوحدة اللي بتتكلم على إيه؟ Reach for the stars أهم كلمات اللي فيها وخش على الوحدة التانية Prisoner of Zenda وهكذا الحاجات دي أعمل خريطة لنفسي أعمل قاموس خاص بيا فده هتخليني داخل الامتحان ال 18 وحدة كاملين وانا حافظهم كويس نرجع بقى للسؤال بتاعك يا رنا عندنا هنا كلمه ليك ناصر او ناصر ليك one of the largest man made lake is approximately كذا هي meaning of approximately تقريبا تقريبا اوكي لما يقول لي هنا بحيره ناصر احدى الايه البحيره اللي مصنوعه من الانسان ولا احدى البحيرات اللي مصنوعه من الانسان او من قبل الانسان بحيرات يبقى القصة هنا في ليك لازم تبقى الجامعة يبقى ليك ناصر او ناصر ليك one of the largest man made lakes وهنا ده التريك هنا يا رانيا لما يقول لي هنا lakes وبص الاقي وراها إز منور لي في الجملة ايه ده ايه التريك ده ده تريك يعني ذكي جدا جدا ازاي يحط لي كلمة جامعة ويرادفها بفعل مفرد لا هي مش كده هي ترجمة الجملة يا رانيا لو خدت بالك
بحيرة ناصر واحدة من أكبر البحيرات التي تصل لكذا، بس يبقى هو حطها لوحدها في شكل اختصاص. ما تخضش أنا من كلمة ليك، هل هي مفرد ولا هي جمع، ويجي وراها إز وهكذا. تمام يا رانيا؟ ماشي معلش، هو في واحدة اختياري تاني وترجم يا معلش. رانيا هتاخدي الحلقة. طب ماشي أوكي يا رانيا معاكي، اتفضلي. أوكي تشوز تشويس. أيوة ناو بلانتس أجين. ناو بلانتس ناو بلانتس كان بي يوز كان بي يوزد تو سبيس space fuel for cars fuel cars yes the choice do do make reduce okay invent الجملة دي يا رانيا تحديدا عشان ما تبقاش عندك المشكلة دي تتكرر تاني، تعالي هنا اعلمك حاجة ازاي تحلي سؤال تشويس بالشكل ده. لما اجي اترجمها now plants، plants هنا بمعنى النباتات. can be used to، used to يعني تستخدم في. يبقى الجمله بتقول النباتات يمكن ان تستخدم في ايه، وطبعا كاتب لي هنا fuel بمعنى وقود للسيارات. do fuel هي معناها كده يصنع او يولد طاقه او يجيب طاقه، طبعا هتبقى هنا ايه make fuel for cars. ماشي يا رانيا؟ ماشي اوكي يا رانيا. طبعا احنا كنا بنتكلم مع زميلنا، هي رانيا لسه معانا على الهواء ولا حاجه؟ انا مع حضرتك. طيب يا رانيا ندي فرصه بقى لزميلنا التانيين عشان يعني الخط ما ينشغلش ونكمل مع بعض الجزء اللي احنا بنتكلم عليه. اشكرك يا رانيا واتمنى لك كل توفيق السنه دي ان شاء الله. عندنا هنا الجزء اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، الكلمات اللي هي انترفيو كونفرنس وكده مهمه قوي زي ما كانت رانيا معايا من شويه. المعاني بتاعت الجمل لان هي هتفرق معايا كتير، how to get the ability to translate and simply get the most correct. خدوا بالكم لان بيبقى في كلمات شبه بعضيها لكن احنا بنقول هنا ايه choose the best answer، the best answer اللي ما ينفعش غيرها. اوكي تعالوا بقى مع بعض ونكمل نشوف التكست هنا بيقول لنا ايه. مش تكت صعب، احنا بنحاول ندور على الكلمات. مهمه قوي الحته اللي جايه دي، مهمه جدا جدا جدا. كاتب لي هنا apply for، apply in person، apply in writing، apply to، وطبعا followed by infinitive. ايه قصه apply؟ هي apply لوحدها بمعنى ايه؟ اللي انتوا شفتوه من شويه الانترفيو بتاع مستر فرج and the interviewer was an application process، كانت مرحله من مراحل او يعني زي ما بنسميها كده تقديم وظيفه ما. كلمه process هنا عايزه تتفهم لان في طلبه نهاد. طيب نشوف نهاد، هاجل لكم process شويه ونشوف نهاد مع بعض. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مستر؟ اهلا. الحمد لله تمام. عندي سؤال تشوز. اتفضلي حبيبتي. دي هي من علامتين تخفيف دي اي دي دي اي. ايوه ان دي هايدريشن. لا لحظه واحده الصوت يا دينا، واحده واحده. دي اي بس دي اول حاجه، دي اي ما بين علامتين تخفيف، ما بين علامتين تخفيف. يس. ان ان dehydration. طيب يبقى dehydration كده دي واي بقى. dehydration means شو بقى؟ agent agent a d d i n g as agent agent yes yes a g e n t لا a d d A D D I N G adding yes I'm sorry yes تفضل taken B بقى عفوا تعالي معلش ادينا كده واحدة واحدة taking T A K I N G okay taken M C taken in number C Removing. خلاص دي تمام. Button. عفوا ايه تاني؟ Button. B U T T I N G. Buttons يعني ايه ده بعد السبيس؟ ايه؟ ده بعد السبيس؟ لا السبيس كده خلاص هي بعد مين؟ هي الثانية يعني ايه يعني؟
بصي يا دينا، الجملة مكتوبة قدامك كده مظبوطة. dehydration means adding, taking, taken in, removing buttons. يعني أحط ورا كلمة removing buttons. هي ثواني يا مستر عشان أخرج الجديد كده. هي adding number 8. ايوه احنا كتبنا التشويس، بس اللي ما بعد التشويس اللي اتكتب. يعني انا عندي اربع كلمات موجودين هنا، يعني الجمله خلاص خلصت لغايه كده. انت بتقولي باتنز، بي يو تي تي او ان. بس طيب بصي، عشان الجمله ممكن يبقى فيها اختلاط عليك، انا عندي كلمه دي هايدريشن. دي هايدريشن لوحدها معناها ايه؟ تجفيف. يعني انا بشيل حاجه من حاجه، ايه التجفيف ده؟ يطلع ايه؟ لنفرض ان انا عندي سخنه او حاجه بارده، او بجففها، بانزع منها الصيغه اللي هي فيها، سواء هي سخنه او ساقعه. فكلمه هنا dehydration انت بتجففيها، يعني بتنزع منها، يبقى هي removing something out of another thing. يعني لو في واحد عايز يعمل حاجه بيشيل حاجه منها، او زي الميه بتسميها كده لما بتغلي بتكثف بيطلع منها ايه؟ الستيم بتاعها. هي جملة إلى حد ما علمية شوية، لكن إحنا نبقى فاهمين يعني إيه dehydration. فإجابتنا هنا يا دينا هتبقى removing إن شاء الله، بدون دخول بقى في كلمة buttons اللي أنت مش عارفة تفسريها لي. تمام؟ ماشي. في translation؟ في translation؟ أوكي اتفضلي. واحد يمين للشباب، وتاني معلش عفوا، يميل الشباب. يميل، أيوه، الشباب. من الجنسين؟ من الجنسين. إلى تقليد؟ إلى تقليد. مشاهير الفن؟ مشاهير الفن. والرياضة؟ والرياضة. والبعض؟ والبعض؟ آه أوكي ماشي. والبعض يتخذ من أمثال؟ يتخذ منهم أمثال ولا من أمثال؟ من أمثال هؤلاء. آه من أمثال هؤلاء. مثلا يحتذي به. نقول الثانية دينا، لن ينتهي الصراع. ثواني يا دينا بس اشيل الورقة. اتفضلي. لن ينتهي الصراع. لن ينتهي الصراع في منطقة الشرق. في منطقة الشرق الأوسط طبعا. اوكي. ما لم يتحقق. ما لم يتحقق سلام عادل. سلام عادل وشامل يخدم جميع شعوب المنطقة. وشامل يخدم جميع شعوب المنطقة. المنطقة وليس شعبا بعينه. وليس شعبا بعينه. طيب مستر، كان عندي استفسار قبل ما اتفضلي. ممكن اقول؟ اتفضلي قولي. لكن حضراتكم تيجوا بالعبد انت. لا لما سمعتش اني واحدة واحدة كده. حضرتك يعني القافلة التعليمية هتيجي بر العبد امتى؟ والله انا معلوماتي كان معايا مستر محمد مختار ومستر محمد عبد السلام، الاثنين نجوم القافلة، فبيروحوا اعتقد راحوا في الترم اللي فات اعتقد. بس طالما السنة دي هو مش هيروحوا؟ اكيد طبعا. لا اكيد ما فيهاش كلام. احنا طبعا موضوع القافلة التعليمية، خدوا بالكم يا اولاد، السؤال طبعا مش لدينا بس، لكل الناس في مصر. هي تعتبر العامل المساعد زي ما بنسموه كده، our right hand، يعني دراعنا اليمين بالنسبة للقناة اللي في التلفزيون. فطبيعي الطلبة اللي بيتعذر وصول الإرسال ليها أكيد القافلة برضو بتخدم هذه الكلام. فردا على سؤالك يا دينا، لا هو إذا ما كانوش راحوا في الترم الأولاني فأكيد أكيد موجودين وهيروحوا. وأعتقد الأستاذ سيد مصطفى المسؤول عن القوافل سهل جدا الوصول إليه من خلال القناة، معاه طبعا رقم تليفونه، ويقول لك إمتى كمان الزيارة بتاعت بير العبد. بير عبد دي شمال سينا اعتقد. شمال سينا طبعا. فاعتقد اكيد اكيد هي موجوده ومدروجه عندهم في الجدول. نرجع بقى، اكيد الزياره جايه، بس يحب ان انا اشوف سؤالك الاول لان ده الاهم على الهوا معانا دلوقتي. تمسك السؤال الاخير وخليك بقى معانا متابعانا. هنا بيقول لي لن ينتهي الصراع في منطقه الشرق الاوسط ما لم يتحقق سلام عادل. احنا عايزين نقف عند الحته دي، لن ينتهي. يعني بتتكلم على الفيوتشر هنا يا دينا، يبقى بنتكلم في قصه. طب خلاص دينا بقى تتابعنا من الشاشه. لن ينتهي، بنتكلم في فيوتشر سامبل يبقى ويل، وطالب يقول لي ايه ينتهي يبقى فينش. هو مين بقى اللي ويل فينش؟ كلمه صراع مهمه قوي
اكتب بقى المصطلحات دي ونبتدي نركبها. كاتب لي صراع struggle صراع. طالب بيقول لي يا مستر انا اعرف كلمه conflict. conflict تمام مفيش اي مشكله. الشرق الاوسط كلنا عارفينها middle east السبيلنج بتاعها اهو middle east الشرق الاوسط. عايز تختصرها وتكتب mid east على طول ماشي. يتحقق سلام عادل. كلمه يتحقق لوحدها achieve واضطر اطلع بورقه جديده ونكتبها واحده واحده. achieve بمعنى يحقق. سلام عادل وشامل. طبعا احنا كنا بنقول هنا comprehensive peace دي لوحدها سلام شامل. طيب عادل بنسميه هنا just يا عادل بقى just peace السلام العادل. طبعا الرئيس السادات رحمة الله عليه كان دايما يقول المصطلح دوت السلام القائم على العدل اللي هي بقى ايه peace based on justice. هنكتبها لكم هنا peace based on justice لأنه هو ممكن يختصرها ويكتبها بالطريقة دي السلام القائم على العدل. وشامل يخدم. طبعا كنا حافظين كلمة serve يخدم جميع شعوب المنطقة. هي كلمة هنا شعوب nations. ياريت دينا تبقى متابعين عشان تكتب السبيلين كويس. وليس شعبا بعينه not only one people. لما نيجي بقى نترجمها بقى واحدة واحدة هي طويلة شوية وطبعا عشان الأولاد ياخدوا بالهم الترجمة دينا تبقى just one sentence. طيب هأجل الجملة على وعد هكتبها تانية دينا ما تلاقيش عشان معانا أحمد من أسيوط ومحدش يزعل مننا. اتفضل يا أحمد. ألو 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 السلام عليكم. اتفضل يا أحمد. ازيك يا مستر؟ أهلا يا أحمد. ازيك يا مستر؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. جمل تشوز. طيب اتفضل. The writer a new novel. لحظة واحدة. The writer a new novel. The writer of a new novel. لا the writer the new writer the new novel على طول كده. لا ده اتصبت الفمس. يعني ده اسم العنوان بتاع القصة. هاي the new novel. نوبل سبيس. أيوة سبيس 1000 كوبيز. 1000 in one day كوبيز in one people day people were queuing to get it. People were queuing where to get it. Queuing يعني يصطف يعني to get it. فضل. sold ولا was sold ولا published ولا was published. نكتب واحدة واحدة كده. sold be published. بص يا أحمد احنا ما بنقولش published احنا بنقول published دي ديت انطقها تي. اوكي ماشي. published والسي التانية. ايوة معاك. published ايه تاني بعديها. was published. was ولا would. was published. was published. was sold. was sold. حلو قوي. احنا عندنا مصطلح جميل. في سؤال تاني يا احمد ولا ده خلاص؟ ايوه مستر. في طب قول لي اسئلتك مره واحده عشان نناقشها على طول بسرعه. اتفضل. you can study 5 lessons. you can study 5 lessons. 5 lessons. How space you achieve. لحظة واحدة لحظة واحدة. You can study 5 lessons. Space بعديها. How space you achieve. How you achieved. How space. Space how. Space you achieve depends on. Achieve. أيوة. Depends on. Based on. Depend on. Depend. On how hard you work. How hard you work. Depends فيها اسم مستر. Depends عفوا تفضل. في much more. ايه ده اللي choice. Much more. Much be more. وفي many وفي a lot. Many ودي a lot.
في سؤال تاني؟ في آخر جملة بس. ماشي يا أحمد، معاك أنا، اتفضل. I don't do as. I don't do as. Don't do as. Space gymnastics. Gymnastics. As my sister. As my sister. I am interested in other things. I am interested in other things. في long, mini. Long, mini. في will. Will اللي هي W E ولا W I؟ لا W E. تمام. Will much. Much. تمام يا أحمد. في أسئلة تانية؟ لا تمام. أوكي تفضل يا أحمد. احنا طبعا عندنا الاسئله بتاعت دينا، طبعا انا هنحلها بس هناخد وقت فيها شويه، فهنكتب ده الاول. التشويس اللي ابتدى بيه احمد وقال لي هنا you can study five lessons. اول سؤال، ايوه الجمله عندنا هنا تاني لو احمد لسه متابع معايا ويبص كده في الاجابه بتاعتنا، you can study five. How you achieve depends on how hard you work. معناها انت ممكن تدرس خمس دروس. How A you achieve. قدر اللي انت تقدر تنجزه depends on how hard. يبقى هنا how much you achieve. القدر يا أحمد لو انت لسه معايا أو متابعين على الشاشة. How much you achieve. القدر الذي تستطيع أن تنجزه depends on how hard you work. يعتمد على مدى الجدية اللي انت بتذاكر فيها. تاني نقول لأحمد ودينا وكل الطلبة اللي متابعينا، الكلمات اللي هي موجودة في التشويس مش مشكلة، أهم حاجة إني أترجم الجملة كويس. تمام؟ تعالوا نشوف الجملة التانية. بيقول لنا the writer the new novel 1000 copies in one day. People were queuing to get it. احنا فاكرين الوحدة الرابعة والوحدة الخامسة، يعني الوحدتين دول ماشيين ورا بعض بذكاء جدا. الأولانية اللي هي الرابعة بتتكلم على يحيى حقي، والخامسة بتتكلم على أجاثا كريستي، والاثنين زي ما بنقول عليهم people of letters يعني أدباء. عندنا في وحدة الوحدات وتحديدا الرابعة كاتب هنا sell، هذا الكتاب يبيع. احنا عندنا طبعا المصطلح اللي حافظينه best sellers، ده اللي مركزين عليه اللي هو أفضل الكتب مبيعا. لكن الجملة دي فيها حتة خبص شوية أو ذكاء شوية، بيقول لك القصة الجديدة دي باعت كام نسخة؟ 1000 copy، يعني واضح انها sold. الاجابه بتاعت احمد اهي sold 1000 copies. وتاني عايز اوضح لكم نقطه مهمه، مش مجرد ان الكتاب هو اللي باع، مفيش كتاب بيقف يبيع نفسه، لكن الحكايه كلها ان عملوا اعداد للمبيعات، فبيقول لك النسخه دي باع منها كذا، ما بقولش هنا وsold ولا published ولا اي حاجه من الحاجات دي. تمام احمد، طبعا ادانا سؤالين، اعتقد في السؤال الثالث بتاعك دينا. يا ريت ما تزعلش مننا، احنا اسئله التشويس اسرع بسرعه من الترجمه، بس الترجمه بتاعتك لذيذه جدا وهنرجع لها حالا. I don't do as gymnastics. السؤال الاخير بتاع احمد معانا دلوقتي على الشاشه. I don't do as gymnastics as my sister. I am interesting او I'm interested in other things. هو كاتب لي جمله ظريفه قوي gymnastics. فاكرين الكلمات اللي بتعامل معامله المفرد، الوحده الثانيه كلها منورانا في الحته دي، طبعا كاش وماني وانفورميشن ولاجج رغم نيوز اخرها اس، لكنها تعامل معامله المفرد. الحاجات دي احنا بنقلب فيها تاني اهو. لما يقول لي هنا انا لا امارس رياضات كثيره بين اونها جامعة رياضات، لكن هو بيقول لي هنا جيمناستكس صريحه جدا اي سي اس بقت مفرد. ارجع للجمله تاني واقول انا مش بمارس، هرجع للجمله واشوفها تاني. I don't do as much gymnastics as my sister. I'm interested in other things. ليه خدت ماتش وجمله منفيه؟ طيب يا مستر احنا بناخد النفي معاه a lot of كده، اقول له لا عكسا بالعكس، ده انا عندي a lot of هنا هي بتبقى اثبات. لما هنا I have a lot of friends الحمد لله، I have a lot of books. a lot of جاي وراها زي ما انتم شايفين هنا جمع، ما يجيش وراها الا الجمع، لا يجي وراها she has a lot of oil, she has a lot of sugar, she has a lot of tea. عندها كثير من السكر والشاي والحاجات دي اللي احنا بنتكلم عليها. ايه ما فيش مشكله خالص، المشكله جايه في النافي. لما اجي انفي هنا we are trying to change it into the negative form. في الحاله دي you are asked to change a lot of into. يا مين يا ماتش.
بالكو هي ممكن تيجي الوت اوف برضه في النفي، لكن هنا اللعبه بتاعتنا الفورمال رول، القاعده الاساسيه اللي احنا اتعودنا عليها، مفرد هيتنفي الوت اوف يتشال ويتحط بداله ماتش، لو جمع هيبقى ميني. لما انا قلت هنا I have a lot of friends، هقول I don't have many friends، لا احظى بكثير من الاصدقاء. She doesn't have much oil، she doesn't have much sugar. فانا عندي كلمه جيمناستكس دي مفرد، فلما يحط لي ماتش وميني خلاص واضحه، واضحه جدا الاجابه. في الحاله ديت عشان احمد برضو يبقى معايا، I don't do as much gymnastics as my sister. طبعا هرجع تاني للجمله بتاعه دينا عشان ما تبقى زعلانه مننا. طيب معلش يا دينا، واضح ان هي متاخره شويه، هنشوف نهاد. عفوا، انا بيوضحوا لي في الاستوديو انها نهاد. طيب اوكي، طيب عم محمد جاي من الصوت، معلش بقى نهاد تستنى شويه، معلش ما تزعليش. اوكي اتفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام بحضرتك. اهلا يا محمد، ازي صحتك حبيبي؟ اتفضل. متشكر على الجهد والله، الجهد الكبير بتاع حضرتك ده. لا يا حبيبي، ده واجب علينا جميعا، انتوا الامل في البلد، فلازم نقف معاكم لغايه اخر يوم في عمرنا ان شاء الله. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. معلش معايا سؤال ترجمة. اتفضل. بيقول يجب ان نتعاون ونتكاتف. يجب ان نتعاون ونتكاتف ونتكاتف لرأب الصدع. لرأب الصدع. أيوة، الناتج عن ظاهرة الإرهاب. الناتج عن ظاهرة الإرهاب. الإرهاب. خلاص كده؟ خلاص كده. طيب ماشي يا محمد، أشكرك يا حبيبي. طبعا عشان نهاد برضو ما تزعلش، بس الجملة دي معلش يا نهاد هقولها الأول، يعني جملتك سهلة قوي على فكرة، بس هنا فيها حتة فنية لازم نتكلم فيها. إيه هي؟ محمد جايب لي ترجمة ظريفة جدا ولذيذة جدا، نشوف الكلمة اللي فيها تتعاملوا معاها ازاي، لان في طلبة كتير، عفوا يعني مش هقول ان هم مش عارفين، لا، بس هيبقى في مشكلة في معنى الكلمة. يعني رأب الصدع، يعني انا كعربي مش عارفها، في ناس انا بزعل جدا لما نلاقي حاجات زي كده مش عارفين معناها. طيب انا المعنى بتاعها ده مش هيطلع في الحالة دي، لازم يبقى في حاجة اسمها eliciting or guessing، خمنوا الكلمة. هخمنها ازاي يا مستر؟ اقرا لي الجملة تاني من الاول ليها وشوف معناها ايه. تعالوا بقى مع بعض ونشوف هنا جملة محمد اللي كاتبها لنا او ملها لنا. يجب ان نتعاون ونتكاتف، حلوة دي، سهلة ما فيهاش حاجة. لرأب الصدع، انا مانيش عارفها، اوكي، الناتج عن ظاهرة الارهاب. طيب واضح ان في حاجة سلبية ورا. لرأب الصدع يعني صداع يعني؟ لا، لان دي معناها مشكلة. رأب الصدع على بعضها كده bridge the gap، معناها هنا يا شباب فجوة. يعني مثلا ادي الطريق اهو، وفي الطريق اهو تكمله، في هنا صدع، في كسر في الطريق، فالطريق ان احنا نصلحه هنعمله كده، هنسفلته تاني، دي اسمها رأب الصدع. اوكي، في الحاله دي ترجمه محمد جميله، معلش برضه عشان ما تزعلش لازم اقول دي الاول. وي هاف تو، نتعاون، كوبريت، كوبريت طبعا، ونتكاتف. طب ما هو الاثنين زي بعض، هقول هنا اند stick، نلتصق ببعض، هي معناها كده stick to each other shoulders، نتكاتف، هي بقى على بعضها كده، shoulder جاي من كلمة يتكاتف، to والكلمة اللي قلتها دي bridge the gap، to bridge اللي هي كوبري يعني، the gap. طبعا ممكن ما تبانش، هطلع ورقة تانية، co by، هو كاتب لي ظاهرة الإرهاب، the phenomenon، phenomenon، خدوا بالكم آخرها إن لأنها مفرد، phenomenon of terrorism، الإرهاب. أوكي؟ كده تمام، عشان برضو نهاد ما تزعلش، أنا خالص حالا هجيب لك الترجمة بتاعتك. واضح يا نهاد، معلش يعني هي هنعوضها باذن الله. طبعا هو احنا بنحاول بقدر الامكان في الساعه الاولانيه بنحاول نخلص جزء من الوحده والكلمات اللي فيها، لكن واضح اننا we are I'm sorry to tell you that I regretted that we come to the end of our episode for today. Don't go away, just give us 10 minutes. I think have an hour 30 minutes break and we are coming back to you. نص ساعه ونرجع لكم تاني ان شاء الله، وبمزيد من التوفيق. We wish you all the best، يعني ان شاء الله ربنا يوفق جميع على قدر ما احنا بنجتهد معاكم وانتم كمان بتجتهدوا معانا. Goodbye.